الأكل الصيني للأغنياء بس. بس النهاردة هنخد التجربة دي بأقل سعر ممكن. يلا بينا. ناس كتير فاكرة ان السوشي للأغنية بس، وده طبيعي بالنسبة للأسعار اللي بنشوفها، لكن في الفيديو ده هقول لكم على أرخص طريقة تجربوا بيها السوشي، وهيبقى معانا في منشي العرب ودليل شارع آسيا محمود ممدوح. يلا بينا. احنا روحنا سيتي ستارز في مدينة نصر وتمشينا لحد سعودي ودخلنا جوه عند بارتيشن صغير بيبيع سوشي. الفكرة في المكان ده ان هو بيبيع بالبيس، يعني ممكن تاخد قطعة واحدة بس وتمشي. اها، وهنا الفكرة، بدل ما تدفع فلوس كتير في احد محلات السوشي ذات الثراء الفاحش، لا انت تقدر تجرب اي عدد قطع انت عايزه بالطريقة اللي تحبها. دلوقتي ده المنيو وهنطلب اشهر حاجة اللي ممكن اي حد ياكلها. وعايزك تسيبك من كل حاجة وركز على منيو النيجري سوشي عشان ده اللي بيتباع بالقطع. ده الشريمب اللي هو جمبري، وده سلمون، ودي تونة، وده اخطبوط. دي الحاجة التانية احنا ممكن ندوقها دلوقتي. وهنا زي ما انتم شايفين بيبتدي من 8 جنيه واغلى حاجه 13 جنيه. يعني 2 سلمون عادي، وواحد شريمب فرايد، وواحد شريمب مش فرايد. الفرايد ده اللي هو المستوي، بس في حاجات ممكن تستوي وحاجات ممكن ما تبقاش فرايد اللي هو المستوي، وحاجات عادي من نيه بمعنى الكلمه. ونصيحه مني، لو انت اول مره تجرب السوشي جرب الفرايد عشان فعلا هيعجبك. ودلوقتي ممدوح هيعلمنا ازاي ناكل بالسوشي ستيكس. اهم حاجه ان نحط الستيك دي او الحته العريضه في الستيك دي، الحته الناحيه، اهم حاجه الحته العريضه دي تبقى قصاد الحته العريضه الناحيه الثانيه. علي صوتك وحط امك. اهم حاجه الحته العريضه دي تبقى قصاد الحته العريضه الناحيه الثانيه، ونمسك الستيك من فوق عشان افتح حته في الاكل كده. تصوير ان انا هتعب كده ما كنتش نزلت من بيتنا. اهم حاجه الحته العريضه في الستيك دي تبقى قصاد الحته العريضه الناحيه الثانيه، نمسك الستيك من فوق عشان افتح حته في الاكل. الصباط ده هو اللي بيحب. أما بالنسبة لإزازة دي تبقى إزازة سويا صوص، دي بنستخدمها في الأكل بتدي طعم كويس. دول السلمون بس مش فرايد، وده الشريمب الفرايد، وده الشريمب العادي. اللي هبتدي طبعا باللي أنا بحبه، فأنا هبتدي السلمون. طبعا أنا ماسك ما حصلش حاجه احنا تمام. ورينا بقى بتاكل ازاي. طبعا السكيت الستيك هو زي علمنا حبيبي. شكرا. ده نوع من انواع المقبلات ممكن ناكلها جنب الاكل عادي، زي المخلل بالظبط. طبعا زي احنا متعلمين نمسك الستيك كده وفي الاخر اكتشفنا ان المكان ده ليه اسمه مش تبع سعودي واسمه هنامي، معرفش ليه فروع تانية ولا لا، بس وصلنا الفكره من خلاله. فلو تعرف اماكن بتبيع سوشي بالقطع يا ريت تقول لنا في الكومنتات، ويا ريت عنوانه واسعاره واحكي لنا تجربتك، يعني عشان الكل يستفيد وتساهم في عمله معا لمحاربه الاماكن ذات الثراء الفاحش. انا بس عايز اوصل لكم ان انتوا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه على قد الفلوس اللي معاكم او باقل تكلفه ممكنه. اشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب. انا في قمه سعادتي. ناخد جينجر. الطرش الصيني.